الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحن كسر شر كتابك اعتقاد أهل السنة لقنا مقعاب اعتقاد أئمة الحديث للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. إنه قال دورنا إن شاء الله تعالى درسي أقدم بي كتابك شيخ وحول رحمه الله سوى كهذا الآية أهل السنة والجماعة اعتقادات كودا وحيالها الرميسيهين اعتقاد كودا يمذهب كودو يهي وصوشا قي ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه إلى آخره مع لزوم الجماعة إلى وكسو قاره مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والتعفف وحيكروا أركيان أهل السنة والجماعة واعتقاد سيهن لورسون إذا لقد لورسون هذا مرك التعلم لقو عطفه في المأكل وحل عنا أيوه يعني عني تانك إيه والمشرب عبي تانك إيه والملبس حرشدة وحلو شيء ذا انت باء وحيكو تعلقان وإن وحل عنا أيوه إيه وحل عبي أيوه إيه وحل حرنا أيوه مذ والباء دورسوني يا حلال ميرشلو لغلي ماد ان ميد والبا دورسوني يا حلال ميرشلو لغلي ماد او وخي حارانا لا اسكا الهاليو شيغا حارانتا ان لا عونو ان لا اسكا جيرو ادي اد لا اسكا الهاليو واخ ماركا عبيتانكي سو حاران يهينا لا اسكا الهاليو وخيرشدي سو حارانتا ان لا اسكا الهاليو يعني حارانتي با لغا فغانيا لا اسكا جيريا وخا لغو دادالايا حلاشة هي حلال ميرتك لوجود ذلك وحل عنا يا وحل عبا يا هدي مركا حاران لعنا لعبه ده ولقو النار مضنية كل جسم نبت بسحت فالنار أولى به وتحديث القسوري النبي عليه الصلاة والسلام شركستا وحاران كبحي بمعنى كوين هذا أما ككري أما كعيلي نارتا وحقله فالنار أولى به مركا إلا إسكتشرو وحي حارانتا آدي آدي ليس كتشرو ويا حديث كان النبي قوحد عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكلها الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية درهم ربا أو ننكو عنو إساقو قرانا إياين ربطة هاي وحو إلهي أكتيس كدرية هاي لحي صد زنا أيو كدرية زنا ذا إيا ربطة حديث كو حو الشيق إيا ربطة درن درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية حديث كان علماء قاركود وقويين شيخ البانين وصحيحنا صححه الألباني مركا حارانتا إيا الربدا يا حرامها كلبا إن هذه هذا ليسكا إلى ليو ليسكتشره أي الله قاضني وحل حرانا إيا إيا وحل عبا إيا إيا وحل عنا إيا مد والباء وإن حارانتي ليسكتشرا وليسكا إلى ليا وحارانتي لقفق هذا وحلاشا لقود ذالا صدح النوع با وحي الدنبيا اللي اسكتشريا ويا مدولي با وحي وقيب سنتا وحلالا اي وحارانا وقيب سنتا اديتا عنيستا اديتا عبيستا اديتا حرشدا مدول با حلال يا حرام بيلادا والسعي في عمل الخير وحيكروا اهل السنه والجماعه اي اركيان واعتقاد سيهين دذالك لقد دذالا أيو خير كالسمينتا للسمينة الشيء خير كاين لقد دذاله وفعل الخير خير كالسمية محسوق لي خير أردن نعودونا هالنغضة خير أردن بسوق لي خير كاسي هالنغضة مذ واجبة أما هالنغضة مذ سناء نعولي بسوق لي مركا الشيء خير كاين لقد دذاله ويين يحيي الذنوبنا اللي اسكا إلى ليو اللي اسكا تشرو فرص كان اللي قفا إذا يستو وخير كان للي مادو والسعي في عمل الخير
هذه اللزوم الجماعة لقوا عطفه وجماعة لقوا عطفه وحين نقول إساء ولزوم التعفف في المأكل والمشرب والملبس يعني ساس نقول إساء ولا شريا والتعفف والسعي والأمر لكن وحا أولاء كرقة أي أولاء تعلم لقوا عطفه ومعنه دعيه وحيارك ينو اعتقاد سينه للسنة والجماعة دور سوري ذلك دور سونان أيو وحل عون أيو إيو وحل عب أيو إيو وحل حرن أيو مذ والبا دور سوري لقل إيمان أيو حارنت لإسكا إلى لنا إصرافنا أن لا إيمان ورك إصراف كلفتي سين لإسكا شرو وسوغليس الإصراف يعني مركا تبذير كي إصراف كلاسكا إلى لنا لإسكا شرو والسعي في عمل الخير يددالك لقود دال أيو إلا رأي منا أيوه خير كالسمين تلا السمين أيوه خيرات كوردن أي سوغري خيرات كاسيها هذا سنيال أما هذا واجبات نوع البوء سوغري وكذلك حرامها لقدتك أيوه لأجل الله يدل لفتيد وخير إن حرانتي لقفك أدول لقدتك ونيو إلهي اللو قدوان أيوه لقدتك وحين نغنى إساء شيء خيروي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحيكرا أركيان اعتقاد سينا للسنة والجماعة وناقى إلا أمره شيء معروف كشرع عضو لقو شرعيي وشيء الصنع وناق سن إلا أمره والنهي عن المنكر يرابست للريبا يمنكر كوحا حون الشرع عضو ديدي للريبا والإعراض عن الجاهلين يين لقد شئستو دادك الجاهلين تا ايوح مقارتا دا لقد شئستو حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق يعني وحا لقد شئسنا يا حتى يعلموهم الى ايوح بريان ويبينوا لهم الحق حقنا ايو عضينيان ثم الانكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم وعي كرو أركيان واعتقاد سيهين انت أدبديد إنكارك لغو إنكرايو وصي أضي كتشر لغو إنكرايو حمانتا أي لا إيمان ياددك أسمركي لو عدي حق الدبديد يو العقوبة عقابتا لغو عقابايو وحاي متايستين يعني عقابتا أي متايستين مركا لغو فرين أيو لغو عقابايو من بعد البيان عدين دبديد شرعي اللو عديد دبديد وإقامة العذر يعذر دارك إن لقى السولي دبديد أي وإقامة إزالة العذر عذر دارك إن لقى السولي أوغست اللو أوغي دبديد بينهم يقى دحدود وبينهم يقى دحدود بمعنى مرة بعد مرة حجدي لقو أوغي عذر دارك إن لقى السولي شيخ وحوت الماما يا رحمه الله أهل السنة والجماعة إن يقبان واعتقاد سيهين إن وناق ضدك الله فروح ما أنت لا لقرر المعروف وشيء الشريعة أي أقش أيوي وشيء السنة وناق سن وفطرة الله قرنا أيوه حاسدين وناق سن يهو الفطرة السليمة ويقرنا إسا من حيث الإجمال شيء إنه وناق سن سد الضوبة شرعي أنا ولا قعد شيء قصين وناقصين، أما واجب يا هاي، أما السنة يا هاي، وحنا قلنا يا معروف كل أمر أي أيو مركا كم من ضعني، وحنا مركا لبو أماني أمضا إن يوناق أنا فريس حمانتنا الريبيس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحاتهم بأ الله يلي أمضي وخير كبدنيد باتهم وخير الأمم أمضيه إلهي وأبوري أمة محمد بأ وخير بدن أمة محمد أيا وخير بدن وتحديثك النبي عليه الصلاة والسلام وشيغاي حديثك معاوية بن حيدة القشيري أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله نبي قوحي عليه الصلاة والسلام
وحد ما يستريسان تضباطاً أمدود أتي تضباطاً ذاتهين بعد ما يستريسان سقالي اللحظة أمدود بإذن كهرهي أمدي تضباطاً ذاتهين أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله إذن كأمم كأبو خير بضن الله أكتي سنة أبو الشرف بضن حديث كان علماء قار كود باقوي مركوا حديث حسنوي آيات تفسير كذا نسيع الضينية آيات الله حين أغشى أسباب أمة محمد أيون نقطة خير الأمم إن كم تاي إيمان كي الله الرميين يوناق فريان يحمان تي ريبيان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الإيمان بالله وكوي يهي وناقا إلا أمره ما تنال الريبه لكن وحلوه المريي إن وناقا أمريان وفريان ما تنال الريبيان لأهميته مهمة ومهم كي يهي براروشين لين أقول براروشين يا أودد بالله المريي مع أن الإيمان بالله أفضل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضل لقبه إن إيمانك الله للرومين يا وكوين بدن يا هي ذاتك وناك إلا فروح ما أنت أنا لقريب لكن روح مركو إيمانك لي ما دد بديد وأصل كي وهلو أساس كي أيا وناك مركا قصاب صن إن ذاتك إلا فروح وناك ما أنت أنا لقريب أي كدل لسميسا مركا والتنبيه على أهميته مهمة دوليها الأمر المعروف والنهي عن المنكر مهمة دولية هل إنه قبر رجلا منكر وحل رنا يا وشيء كست وشريعة أي ديدي ما أنكرت الشريعة شيء كست وشريعة ديدي سو هالنقطة قال نمو هالنقطة دم بكبائر هالنقطة بدع هالنقطة ذنوب الصغائر تاء كل ذلك وحي سوقريا المنكر كي سوقريا أنكر المنكرات والشرك قال لماذا وحنا كوسي حقا يعني منكرات ككلاء يقولون مركز سوق ليا أن يصيرون الشيقني هذه كبائر تهي هذه بدع تهي هذه صغائر تهي مدول الباء معروف كان وحاوهينا شبدا توحيد كاوهينا شبدا وأعظم الواجبات أما أعظم المعروف والتوحيد والتوحيد كوي معروف يدي مركز واسيق لويهين يقولون ومراتب إلى السنن كبا سوق ليا واجبك واجب نمذا وقو واجب نمذا بضناء واجباتك كلاوة ويناية أركان تأها واجباتك كسكي يعني السنة ياشا رمان معروف في سقري كما في اللو كلي يقف إنه معروف كأمره أو إنه كل راء منكر كان إنه الرئيب ذلك قارو حيورانيا سيدان باوناك سنة سيدان سمية بس ذلك كله لكن وحن باحن وحن با بدعاءه وحن با فسقه وحن با قالماءه وحن با شركه أمورها عينك سهقل تفاصيل شهقل وحن ترى سيدان با كوه نكسن يعني صداده لكن شيئاً هو بدعو شيئاً هو شركي يعني وحوه يصدى سهوراً لكن طريقة هذا سمصحنا لبضاء الرموين يسكن لديهين وقفك عذرك يا عافماتك اللي بدب اللو الشيقية حمانتي لو الشيقية واللو قدقية واللو قرهيبية والله عضيني وناقين اللو الشيقية والله أمري ويساقنا الله عضيني هذا المنكراتك إلا أقونسا وأن لقرن ضدكنا اللبارين إسكما إلا لنكران ضدك منكراتك يا حمانتي الشركياتك يا بدعة بها معاصرة وإن شيء الدنبي الله عدي يا إنه الدنبي يا هاي شيء فسقي الله عدي يا إنه فسقي يا هاي شيء بدعاء الله عدي يا إنه بدعي يا هاي شيء شركي الله عدي يا إنه شركي يا هاي مركز أصفي عن لو قرن يا توحيدك يا طاعة يا واجباتك يا سنة يا شاء يا سنة مد والبلا أقول صنع يا قرن يا بددها تتبين الأشياء لذلك إذا أشياء ذكو عضاتها يعرف الشيء بضده شيء وحلقه قرطاء ولقه أقوان صدى لتكيس
sida saawadeeda hadaan qofku shirkigi aanu baran oo aqoonsan si uga taxadiro isaga ilaaliyo tawxiidkiina si fiican u garan ma waqtiyada qaar kood waxa laga yaabaa dadka qaar inay yiraahdaan maxaa culimada marka sunnadu markay caqiidada iyo tawxiidka ka waramayaan waxan baa shirki ah waxan baa shirki ah waxan baa shirki ah u oranayaan ama waxa weeye الشيخ محمد محو كتاب التوحيد ك اسق عنوانك كتابك ويهي التوحيد كتاب التوحيد محو ابواب تسوق بدنت انه الشركيات ك ورماي باب من الشرك كذا باب من الشرك كذا باب من الشرك كذا محو سدا مركا يعني الشركيات ك اوغ ورميا ابواب تاس يعني مركا اوغ بابيسن جوابتهد وهي تهي وسي توحيدك سفي عن لوغو قرطه وهدان شركي لقرن نوعيدي سي لقرن ولا أقون سن توحيد كان لقرن ما يعرف الشيء بدده شيء وحا لغو قرطا لغو أقون صدا لتكي سا لغو قرطا لغو أقون صدا قف كان شركي قرنين أنواع دي سا قرنين توحيدنا قرن ما أشياء الشركيات كي هدو قف جاهل كي هي الشرك الأكبر يا الشرك الأصغر تونا وما تشيدنا ألفاظ ده وحين كهذا لنا وحيالها سيني شركة تاي وقال لي ما تاي أما يني تاي وحوي الشرك الأصغر تاي هدي أنو قرنين ده توحيد كنا مركا وحي مركا ما قرنين توحيد كنا سفي عنه ما فهم أيو توحيد كوحوسي عضانا يا مركو وحا كل تكانا أقوان صدق سأسأوي ده القرآن كمركا ذي يكتب مركا لقور رمو توحيد مركا لغا ورما شركنا وا لغا ورما مركا ايمان لغا ورما غالمنا وا لغا ورما مركا حلال لغا ورما حرامنا وا لغا ورما مركا جنة لغا ورما نارنا وا لغا ورما مركا اهل جنة لغا ورما اهل نارنا وا لغا ورما وحي تاهي واسيسي في عن لوغو فهم لوغو قرت تكالو قف كما تحدير كرو اس كما يلالين كرو شركيات كهدان وشركي اقون سنو انو قرن حذيفة بن اليمان يلي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وفي اللفظ مخافة أن أقع فيه وعيد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ذاتك وحي ويدين شرين النبي عليه الصلاة والسلام خير كي كوري سنشرين أن الشر كان ويدين شر وكوري سنشرين بغشان كبغن يدرادد إن شركا سيسوها ليلو يسو قارو لفظي كرنا وحليه بغشان كبغنا أيو إن شركا كل عدا رادد بأن النبي عليه الصلاة والسلام شركا هو يدين شري أو غوري سنجر حديث كي معروف هاوي أدل ذا شرعي أدل يغو حينو عدين إيسا شيء غوح كل الدقائن لغو قرطا إني شرتو ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أي على الظل الله حين أشهد قرح ذا إن لقي لي مدهرك دليل أؤه وهرك دتك تصينيس وقران سينيس هل فهم يا آية لولا الشمس لم يعرف الظل أدان قول رحي تشري لهين هر لما قرتين مركا أشياء ذا إسكو لدي قابا لإسكو أقوان صدا لإسكو قرتا ومركا وحوية منكراتك مركا اللي قرتو بمعروف كي نصفي عن لو قرمي ساسا وذي وقفك هدو خيرون كود حشري شرعان وصومرين شرنا آن وأقوان صن شركة آن لو شرحين آن لو قدقين اللو عدين وحكود عيا شركة إساقان قرنا إنه الشر كود عي أي شركة كود عي عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه شر كان برتيب للشر نما ومقرا سأني سقي إلى اليد رادد بانو برتيب كان شرك بران وضدك كم دي وكل عيا شرك إساقان قرن وحن الشرية هي أي كل عيا مركا شرك إلا أقوان صدور لقد تحجره منكراتك لا أقوان صدق الله إسكا إلى ليه ذات كان اللوغة ديقول لك قرنسية وأره المهمة حالي نوشيك يا قرآنك مقالاتك كفرقة
الله ينوغو عدين إن قال لمتاهي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وحيو الهدين حماب الله الشيقي وحان الله عدين قال لمتاهي هل كدعاء دقار كود أي كدكتين هل كدقياء أي كدكتين اشغلوا الناس بالفكرة الصحيحة عن الفكرة الباطلة تدك وحدكم مشغول سام فكرة الصحة ذا أكو مشغول كغم مشغول فكرة باطل كأ وحمعنيها دوية هاي هأرني وحنا بدعاء وحنا شركية وحنا عين كنا وحنا حنو عين كاسا وحطيها سيدن با ونكسن سيدن با صحة سيدن با خيرة يا لكن شيء جنب بدعاء يا شيء جنب شركة وفكرة دي حميدة باطل كأهيد فكون مشغولين يضا واحد كون مشغول سا سيدن با صناعة سيدن با خيرة سيدن با وناقة يعني ساكو مشغول لكن شيء جنب شركة شيء جنب بدعاء يعني تنوع ساكو مشغولين سأسأوذي بدعة إلا الشرح أولا عديو بدعة نمدي ذا العديو وتفاصيل شيء ذا الشيغو وشركية أنواع دي سال الشيغو وشركي نمدي سال عديو وحيليهن أشياء ذا نوع صورنا حكو مشغولين دوتك لكن سيدة الصحاني وحوية والطريقة ذا القرآن طريقة القرآن وحلينا وعدينا يا وحيالها حن حمان تودة مقالاتك كفرقة أها اعتقاداتك حما إريادي حما شبهاتك باطل كأها يقال ذي أي لهدين بل صن نقلنا يا مركز سال الردين يا مركز بطلان كذا العضين يا هذا مارتا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يا شبهدي إبليس بالينو الشيغة يأوي لأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والشبهة باطلة والشبهة باطلة وحلينو الشيغة يمنكرات كي حمانيها إلي ما دين أمدي هوري سين وقت حدرنو إساق إلا لنو يا وبحيرة إيا صائبة إيا وصيلة إيا حام إيا أشياء ذائني مركة يعني السمائيين باطلة أيتها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وحوذا سيني باطل تالي شيء وحلينو شيء أنعامتي نعمو ليدي يسرع إني كالقيبيين وإذا أنت مبا حلالة أنت مبا حارانة مركة سأل للردين إيا بطلان كذا العطين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين وحلينا الشيغية ضدي لحمرتين نبي يدا يا أمته قال ذاها يا وحياله باطل كأها قال ذي أي كأن دعودين أي حجك لكتين دون إن مركا أدري شذا باطل كودا وحلينا الشيغية إن قدر كحجي سنين أي اللي نشري وحلينا الشيغية مركا أمة محمد لفتو دا إن مركا تشري دونان غار سيديو كلي قدر كحجي سنين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا سيقولون دون بالي قرآن كان لقو الشيقية يا مركا سأل الردين يا بطلان كيدان الله عضيني وحلينا الشيقية مقالات كيحن حماية كهذا يهود وقالت اليهود يد الله مغلولة لم أرى يسكرنا فوحن وأفكار باطلة أفكار باطلة وي يسكرنا فلم أرى مقالات كي حماية كفر قاها يكوها الذين بالصون نقلنا يا بركسال الردين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق الردين يا بطلان كودا يا ومقالات كفرية وهي الهدين بالصون نقلنا تهدنا بطلان كذا الله عضين وحي الشيغان هذا الله باطلة بيهودي الهدين أي الهدين إلهي باوحون قلب الله ما ينبينا إنا نرهم إلى النولي ما دو قربان أي الضبع عنيس والضب مركز سمدة كسود دقع عناي وحي الهدين إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار مركز بطلان كذا الله عضين ينكرين على كل حال القرآن كوحبذا باقصه عن موضوع قصص ولتستبين السبيل المجرمين وذا المجرمين تؤنى عضاته وشيء مقصوده
يوضد المجرمين إن لعديه وليستبين ولتستبين سبيل يسبيل انت بوا قراءات كالدون. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين السبيل المجرمين مركا وحلينو شغي إن مقصود هاي وضد المجرمين إن عداته سبيل مركا اللي يلادان إن لعديه نغنيسان مرنا السبيل با فاعل كيئة مرنا السبيل با مفعول كيئة قراءة الله مكرفعين إيسا وحوية ووضدوا إني عداته مركا الله عدي عدان إيسا سبيل المجرمين قراءة أهو الله مكرفعين إيسا يدنا وحين نقول إيسا إلا عديه ويستبان يستبين أيا وحي لهذا هاي اللازم يمتعدي لبضبا مرنا وفعل اللازمة مرنا وفعل متعدي. المهم وناقة وإن الأمراء حمانتنا للرهباء نصوصها الشيء قيسا إن وناقة الأمراء حمانتنا للرهباء وبضنتهي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأمر هيدي كم من نغضان. وحين أهل العلم يقول هذا وفرض كفاية إن دتك وناقة الأمراء حمانتنا للرهباء وفر الأمة سجود أسارا إذا قام به من يكفي سقط الحرج عن الباقي هذا يكوق مان عد كفلني دمبق عدك لواك دعايا. وحي هذا وعلى مدو إلهدين وحديعي كرتب وقت هذا قار كود ضدك قار إنو كنت عينه أما سرنوك لهدي منكر كاقف كلي أقيا هاي أما ضدك أق يعني قف كلي أقرنيا أما ضدك أق قف كريا قرنيا وحن إنه منكريا هي أما إساق كريا سورين كرادتك كلمة سورين كرام يتعين عليه فرض عين بكل نغنيا وكي إساق فرض كفاية أي هذا ندتك غار كوضو حكو نغنيا يعني مركا فرض عين في بعض الأحيان أي قد يتعين على بعض الناس ورمض وحي لهذين مركا دتك وناق الأمر يحمانتنا لقرية بيو وحاو الشرطة ريبستا حمانتا لقاء ريبيا وإن أكين صنين منكر كرو كوين لقو دعو يهدي ريبستي حمانتا لقاء ريبيا أي كدرنا يسو منكر كرو كوين إن يسوابتا مدد كل يمادان حرد عين كاسوا لقاء مصيا لقو ما ينكرايو ولقاء مصيا شايق منكر كاي حمانتا مركا للريبيا للدورين أينا مروح بدل يا معروف يا خير ومنكرك انتو سولة يا معروف بدل يا شيء ونكسن مرنا منكر كي بسولة يا لكن منكر كلو كخفي بسن بسو بدل يا مر صدحاتنا منكر كي مد لم ذا بدل يا مر كأفرادنا منكر كلو كوين باكر لنا يا أما بدل يا أربعة أقسام ما فرق يبو العلم وحي إلى هذين هذي منكر كي مر كلا بدلو أمل الدوريو معروف بدلا يو منكر كينا سيدا كتقا يو حرض عين كاسا منكر كائن لبدلا ولا انكراء ولا الدوريا وحي النغانو يساميد واجبا سورة الله بعض خصاب سن منكر كي مركا لدوريو ولا بدلو هذه منكر كلو كيري ماشي وإمانا يو وبدلا يو منكر وايها إلا كما منكر كسهلا وكفضو حرض عين كاسا انكار كا منكر كلا انكراء لدورينا يو وحي النغانو يو مد واجب نغنيه سورة الصدحات هذه منكر كي مركا للدوريو منكر كلو لمدي وسوب بدلا يو ماشي من ايو حي الى هذين علماء وموضع اجتهاد يعني من الدورين يا مثل ما الدورين ايو وموضع اجتهاد اوصل نغندونا ان شاء الله نوع افراد وحيكو صاب صنطاي منكر كي مركا للدوريو لبدلو هذه منكر كلو كويني ماشي ومن ايو حالك عين كاس علماء وحي الى هذين لا يجوز تغييره ولا إنكاره إلا بدلاه إلا الدوري ما بنانا وإيه منكر كي دمركا لما الدورين ولا السيادي ولا كردي يا شريعتنا الشيء اللي باتذي سواء إتهاي مد برحلة أما إتهاي مد ميسان بدن راجحة شريعته ما أمرته شريعته وحلو أمرا شيء مصلحة سواء إتهاي يعني خالصة أما راجحة مفسدة سنة ايتهاي مرجوحة يعني مصلحة هذا ايتهاي من خالص وبرحلة
أما يتهم ميسان بدن أو مفسدة وكشرتا سيدا كره لكن مصلحة كغالبا أو كميسان بدن شرع ذوالو أمره الاعتبار بالراجح الغالب كان راجح اعتبار كلام لكن شيء وهذول اللي بعتبر حلايا هاي أما اللي بعتو كميسان بدن مصلحة هدو يهاي وحين غنيسا حال الدعين كاسينا شرع ذو مرنا بأمرين ويا شرع ذو حلقويا قالنا مفاسد دوال السورية هدي للسورين كريو هدي كرنا والله يريا ده شيء غي مركا أكوسا بصنا مفسد يا لباتا دينا يسي كردو لباتا دي لمن السورين لمن يرين ايوال كردي وحو العلامة ابن القيم وحو يري إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر وحول العلامة ابن القيم كتاب كيس إعلام الموقعين النبي عليه الصلاة والسلام وحوشدي أشرعي أمدي سا منكر كإلا إنكرائنا يواجب تهي منكر كإلا بدلوا للدورية إن التهميد واجبا سيودع ذو دورين منكر كلا دورين عدة صمينة يسلقوا الديدة يلقوا إنكرائيو سيقرد لطو حق معروف كي وناق وح الله يا رسول كي سوش مرك إنكارك منكرك وحلوقت شيدا إن وناق يا خير كرد شأي اللوقت شيدا مقصود لذاتي ما هو مقصود لغيري مربه الضوء هذا إنكارك منكرك لا إنكرايا إلا الدورين يا مثل لازم سنة يا أي كرد لنا يسو وحكم منكرني مبضا الله يا رسولك سنة وقلنا عيب بدينهين منكرك مركي هو حاصل كأها منكر يقلنا عيب بدينهين هدو إمنا أيو وكم منكرني مبضا فإنه لا يسوغ إنكاره ما بنانا منكر كائن للدورية ما بنانا لا يسوغ بمعنى لا يجوز صاغ يسوغ وجاز يجوز بلا معنى وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله هباء هذا مذي لهي منكر كان نعب أهل كيسنا نعبه لكن هذا منكر كوين كدرنا يوحى الله يا رسول كيسو قلنا عيب بذيهين إن لا إنكر ما بنانا يسوع وأيو لباتك بضن يمكر كوينا شبضن باكر الشيء مركدي وحبل لم تدورين وحل بدلي مشرت وهذا كان إنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم عم برارتشنا يا والولاة الأرنماء لامكم مشهدنا والولاة ووال ولاة وصدق قاض قضاه يا وال ولاه يعني قاض قضاه يرام الرماه يعني مركز اساسه كريك دغنت مركز ولاه الامور لما يدا هو غلط وولاه الامور وحلم اذا ارغ غلاه غلاب لم اذا غال غلاه غلامه او غلاته هذه لا يدا هو احنا قلنا خطا وسدا مركز قاض قضاه وكرا وهذا كالإنكار على الملوك والولاة وولاة الأمور بالخروج عليهم نوع سيوحي هاي منكر ككوين كرد لنا أيو وصدا إنكار كوحلقو إنكرا أيو إنكار كعين كإيمان إيسو مضحذا يبقى الرضا اللوغو إنكرا أيو بالخروج عليهم بحيطان لغو بحي لغو إنكرا أيو فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر شر كستا يا فتنة كستا ومسلمين تدحضوا ذكرنا هذا وحا الشر كأساس كأوه قنتوا يا فتنة كستا بوي حلوت شي ذا أساس كل شر وفتنة بين المسلمين وقت هذا قار كود وحا دعضا أما بقرد قار أما مضحض قار كود إن لي ما دان أشياء دنبية أما فسقية أما معاصية تدرك قار كود با وحا دعي كرتا إن يلاهدان يعني منكر أما حمان أما فسق بي السمييني هل لغو إنكرو؟ لأنه مركا كعضون ويمادو
هل كان وحكي من أيا وحن عاقبة إذا لما هذين لباتوا إن بكر دعيا سيدا لقرنا ينا أود وقعنت وحي قجرتا يودع إذا مدي أود يددك هايستا ددك مضحض يبق الرضاء مركا ددك قاركود هدي حماس صدودان وحوي أي كعان دي وحب الدورين ما يانا بدلي ما يانا لباتي فتنة كردرنا يسا خيرات كنوا سيران يا أشياء بضان لباتوين أهين وكردرنا يانا وقت يدي السلف كنا وارد عضي دتك قاركودين يكو كعان مدحدو دي دابا نمركي دنبا وحيكو دنبا يسيون يعني مفاسد دينا يسي فربضتي لباتوين كنا مركا يسي كردين وحنا أن للدورين إلى بدلين أبو الحسن أشعري وحكو الرمان شن إيلا باتن آل البيت ككم مذا أيام مذور ومربحي وعلن قاتل وما دحدي مركات شوكتي ولد قال لمي رمان وحي قدن بيين مذ نتيجة دي قاري مجشرو إلا وذا الدليل قدن بيين إن لديله باي قدن بيين ابن الأشعث مركو كبحي حجاج مركو كبحي الله الدليل تطفر بضم بالراعي وخلائق بضم بالراعي ولبا حجاج وحا أولئي من أي وكد ونايين أشياء ده مضح بضني أي مركا أولئي من أي سيو مقالات كفرية نواب اللون نسبي يقال لماء منكرات كيسي خبث كيسي حمانتي سنة آديات وبضنا وطلق الشيق عمر بن عبد العزيز ويليه لو تخابصت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم هذا يمد إسوء حمان لقى الله أي أوران الله كالنوم مضحظة أبا كحن كيدك إذن مضحظة وقالوا لبعي كين لهيد كوحن أنا قلنا حجاج أنو كين لهين أنا كغالب نقول لهين حمان تحجاج بكبضنا لهيد حمان تعدك له لغلبناهم وتيمام الترمذي كسو ورنا ايو جامع عيسى انه هشام بن حسان مركا يلي حجاج بن يوسف الثقفي بقول يا لباتن كن بو ادلي صبرا انت تير ككابد كو تيريه بمعنى اسغو هي دلي اه انت غوب يا دغال كو دمتي ما يا انت بركه تاغي سي لو دلي دلا بقول يا لباتن كن ابو كور لا إمام الترمذي وحكو سورني بالسند بكو سورني شيخ البان وحفله إنه صحيحنا من هشام بن حسان أي كالصحضي كان صحيح الترمذي مركا حجاج تابعين تقاروا بقى ليسيين ومي قبيل من مسلم يهي مركا كب حيين سعيد بن جبير شعبي علماء التابعين تقاركون مركي كبه حيين أمي قبين إنه مسلم يهي إنه قال يهي بي قبين ساساوه سعيد بن جبير مركو قبطي وحلي محاضو بحضي وحلي إلا أتقالوا ذي كوكو مبحن إلا أتقالوا ذي ما الله هيا كعم الله هيا وانو قرنا يلا دليل إلا أتقالوا ذي كوكو مبحن مركا أتقالوا ذي كوكو بحيبون شعبي ويسقون علماء التابعين تكمل إذا يسقون مركو قبتيك عن تقول لي هذا بحذوي يسقون حوي عبارة حقا ويرى الطفي يا هذا ما كده موسيد يا يسقون لم نكن أبرارا أتقياء ولا فجارا أقوياء ما برين لكن عبارة مركا سعيد بي كسه لنيد وحول ضد أبرارا وخير بضن أتقي أمان النقن وين لقوا مكاسر لذين قار فجار وحوق بضن أمان النقن ويوسك كعيل لهم لكن واد قالوا وديد يعني وسلا وقوم بدي يا وحوي كم أرن وسيدا يسقى دو حكرنا الشيء وحن عاقبة ذا لما هذين وحكدا بينك عيدا كوتي وابن الأشعث إنه عرروا وقالوا قالوا دي قالت بو هنشبي هذا السور دي بنوا كسو ويرري يا قعنت هذا اللي يسقني وحقا أن صدى يسقنا إلو دي بو قال كيو قال يا مجان قال مركي دم واحد نقطة إنه مركي سايس كصوت ورمال يعني ونفتي سيدي له عاقبة ذكر الله تساس النقط على كل حال
madaxda ma aha in lagu raacayo wixii dambi xumaan ah lagu atiicayo ma aha dambiga in cidna baa lagu atiicaa ma banaana إنما الطاعة في المعروف فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني وحوي وحي مركا معصية عندنا الواطع معي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني مخلوق الواطع ما يعصيان كخالق لا عاصيان حمانتا إلي من يولوغا نستيحين إياه لكن لها إن قك عيا ولا لدق ألمو ولا قهر يماد ولا قم ظهرادو oo dadka lagu kiciyo oo lagu cabeeyo oo yaani waxa weeye minbarada laga khudbadeeyo xumaanta marka ay la yimaadeen madaxdu kullu dhalika sharcad wa khilaf sunta way kicinta dadka lagu kicinaayo waa shay marka aan banaanin shayga macsidaha in la diido bimaana la iman waayo lagu atiici waayo loogana nasteexiyana waa shay nasteexadana tariiqeeda loo maraya haday qaataan qaati هذين قادنا جوا حوي واجب كوالس كردي واجب كوالس كردي لكن ضد كمرك وحوي إن حمانه ذا الله تحه الله بخد بذيه سلون نعبيسيه سايقو كعان ساي ولد قالمان ساي ونعبادان ساي نواطيعين يا ساي جهري مادان وحوي كل ذلك شرع هذا وشيء خلاف سن ومكرم نصحيقنا هو الشيء لو نستيحين إياه يعني مركا تأريب كددك لقوك عين إياه إن عيب كود لقوك بير إياه أين كوك عان وكوك قدودان ولدك علمان وكهري مادان لقوك عبين إياه هو شيء آخر نصحيقه شريعة كمدي الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم جرير بن عبد الله البجري النبي قال بيعاده وحيروك قاضي وحكم إذا والنصح لكل مسلم إن مسلم كسر له نصيحه حديث صار ورنيوات شراس إذا لو قلنا نصيحين يا إني تهي سهوس إن لو قلنا نصيحين حديث باكو صار وري أهل العلم يقال كود أي قويين والشيخ يا من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علنيا كي دون يا إنه نصيحين إن مضحه si waxa weeye marka calaaniye oo muuqatay aanu marka umujin haya shawa u tagaya hoos buugu sheegaya waa la gaar noqonaya haduu marka waxa weeye qaato qaaday wa illa faqad adda alladhi alayhi wixii korkiisa saaray waa gutay ibn abi aasim ba ku sawiray sunnada wa qeyruhu ba soo wariyay culimada qaar koodna waa saxiixiyeen sheikh albani wuxuu kamid yahay culimada saxiixi say bu kamid yahay وأنا طريق السلف كلاقو يقاني أو أسامة بن زيد حديثك الصحيحين كوحكوس البخاري مسلم إن تذكر قاركود أي كوي لهدين ألا تنصح لعثمان عثمان ما دون استحيسي وحلوه نستحي يا أبو يلي لكن وحاو قبتان هدانا إذ المقشين إن أنا نستحي إنصاصا أقبتان بو لكن وحاو نستحي يا أبو دون أن أفتح بابا لم أكن أول من فتحه أنا قال نقول إن كي الباب فريي أنا هرتي لفرين حديث كوحكوس قال يا بخاري مسلم أنا ماذا شرح ذو مركع شرح يا حديث كوحي له دين الباب كلا فري وحلوقة شيء ذا وباب كوس سابسا يعني إنكار كمضح ذا وحلقو إنكار يو إن علن لقد يقول لموتشيو الباب كان أنا فرين أنا هرتي لفرين يعني سأنا أقول قن كي وجوه الرجال فر الباب كا أيان مركا وحوي أقول نستحي يا بولي لكن وحوي قبطان هذان إن مقشين أنا نستحي العلم قاركود وحي هذا الباب كا مركي لفري واسع لنا إن لوجو إن كره عثمان بن عفان وحكنا شيء إن ضد كي مركا وحوي عثمان إن عان تدنا يكون جدودان تأذن مركا إدلام بمركا دم تاسك الله وتولى عبد الله بن عكيم ومخضرمين تكم إذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بوأها لكن النبي قال ما كل من استقوا مؤمن النبي قال ما كل من لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ما كل من لكن وقت النبي مؤمن بوأها ومن كبار التابعين بنونا وحي لهذا المركا معنيه سيهي
isagoo tilmaamaya mas'alada ku saabsan inkaarka calanan loo sheegayo madaxdu waxay gashay yaani loo inkirayo ayaa wuxuu leeyahay laa uciinu cala qatl khaliifatin bacda cusmaan khaliifa in la dilo cidna kuma kaalmaynayo cusmaan dabadi waxay ku yidhaahdeen abaa macbadow tilka cusmaan miyaad kaalmaysay ila bacda cusmaana buu yidhi markaasuu innii acuddu dikra masaawiihi cawnan calaa damihi waxaan ku tirinayaa buu yidhi xumaanihiisa sheegsheega aan wax ka sheegsheegay inay kaalmadii dhiiggiisa dadka lagu kaalmaynayay ee lagu tirtirsinayay inay soo geliso cusmaan ashyaada lagu inkiray waa ashyaa ijtihaadi ah oo khata iyo sawaab aqbali kartaa may ahayn dunuub iyo munkaraad may ahayn laakiin dadka qaarkood waxay ku tirinayeen ashyaa ijtihaadiya oo cusmaan la yimi ayaa qaarkood waxay ula muuqdeen khalad bay ula muuqdeen hadday tahay dad qaraabadiisa ah oo xilalka markaa in badan oo ka mida u dhiibay dadka qaraabadiisaana qaarkood ay ka soo baxday waxyaalo munkar ah sida Waliid ibn Cuqba oo ay xagga hooyo ka walaalahaayeen Cusmaan oo bara saab uga dhigay Kuufa dadna khamradii cabbay isagoo khamrigii cabsana dadka tujiyey iyo ashyaa kale marka ay ka soo baxeen yacni dadkii qaraabadiisa ahaa iyo qaarkood mas-uuliyaadka u dhiibay yacni dad fara badan oo qaraabadiisaana inuu mas-uuliyaadka u dhiibay waana arrin ijtihaadiya tan noocaasi qofkana waxa ka soo bixi doona dee waa qayb oo lama oga dabadna marka waxa tan noocaasi aad loogu inkiraa marka cala kulli xaal wuxuu tilmaamayaa asarkaasi waa saxiix sanad saxiix uu ku soo arooray cabdullaahi ibnu cukaym waxa uu sheegayaa masaawida madaxda sheegsheegista la sheegsheegayo ee dadka agtooda markaysa marka waxaan yacni laga sheegayaa laga xusayaa inay sababayso inay dadku ku kacaan markaysa waxaa ninka madaxda ah ayba dilaan marka dariica maadaama ay taas u tahay inay ka qayb qaadanayso dilkiisa ayuu tilmaamayaa cala kulli xaal culammada ahlu sunna waljamaaca waxay yidhaahdaan marka lagu inkirayo madaxda waa in marka waxa weeye ay noqotaa nusxi loo nasteexaynayo oo waxa weeye si khaasa loogu nasteexaynayo yacni waxaana la yidhaahdaa alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid dee haddii waxa weeye marka ay noqonayso bixitaanka inaanu bannaanayn wixii bixitaanka barbaarinayay oo dadka ku kicinayay oo ku taxdiidinayay yacni marka waxyaalaha noocaas oo kale waxay noqonayaan qaar la xukumay noqonayaan alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid laha axkaamu lghaayaat wasiiladu waxay ku gaadhsiinaysay xukunkeeda yeelanaysa xukunkeeda ay yeelanaysa marka wuxuu yidhi fainahu asaasu kulli sharin wa fitnati ila aakhiri dahri waqad istaadana asaxaabatu rasuulallahi sala allahu aleyh wasalam fii qitaali umaraa ibnulqayim baa odhanaya saxaabadu waa idan weydiisteen rasuulka sala allahu aleyh wasalam madaxda dagaalka lala dagaalamayo kuwaasoo salaadda waqtigeeda ka dib dhigaya markaasay yidhi afala nuqaatiluhum qaala laa maa aqaamu fiikum asalaa intay salaadda dhexdiina ku oogayaan ha la dagaalamina riwaayada kana waxay sheegaysaa laa maa sallow waxa kale uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam madaxdu dembiga ay la imanayaan in lagu sabro oo wixii kale lagu ateeco man ra'a min amirihi maa yakrahu falyasbir maa ya'ti min taacati illah walaa yanzicanna yadan min taaca riwaayada muslim waxaa markaa la socotay kolley naqliga ibnu qayim laga soo naqlinayo kuma jirtee laakiin riwaayada muslim waxaa ku sugnayd falyasbir maa ya'ti min macsiyati illah ha ku sabro waxay madaxdu la imanayaan oo macsi ilaahaya walaa yanzicanna yadan min taaca gacantana taacada yaanu ka siibin waxaa loo jeeda wixii kale ka soo haray macsida ha ku ateeco taasaa loo jeeda xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyay waman ta'ammala maa jara cala alislaami fi lfitan alkibaari waalsagaa'iri ra'aaha min idaacati hada alasli وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد ما هو أكبر منه كيفر صدوح مركا إسلام ك يعني مركا كل عي وفتنوين أكو ووين يكو يربى وحركا يا أصل كإلا اللومي إن كي مادين يا المنكر لقو الصبر واي
wax ka badan ka dhalanayaan suulintiisa oo dal la doonay la suuliyadeedna wax ka daran ka dhasheen فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها وحي ابن قيم رنيا نبي عليه الصلاة والسلام مكوك الصغناء وحي أركي تشري منكرات وأوين وكدعيا مكة من هو أبو كرين إنه إنكره مكري كرين إنه إنكره مركات دي وحوي مدام أنه كري كرين إنه إنكره وبمعنى قعنهان كالسوريا أنه كري كرين يوحكوا كافتهم يجون عضين تمر كيسا منكرات كاسون وعضين أيوه لكن فعل أهان هي مركز جعان أهان توح يكون عرنتي أود حديث كم حوش شيء من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث كم مسلم صحيح كسوري بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء هل كان قصي الدرع وقت ياهر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة شوقي كعبة وحيا لي صلى مذي لقوع عبودي بيالي أو يعني مركا كعبة كركي ذا صار نبي عليه الصلاة والسلام صنم ذا مبربرين وآية دم مفسدة كبضا باكدر نيس وآجرت الرواية للسورية أو شيء يسا النبي عليه الصلاة والسلام علي سوك حيستيد وذا مركا يسا مركا سوري دين وصد دين وقاركوض أي تشبين لكن حديث كساء الشيء يا ما أصح وضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف حديث حسن يمد صحيحة أن الله ما هي عهد يا أمك كسرنا صدق يا طبعا كاسنا إنه السنة ماذا بالبريء لقى ما هي وهي ما هو ذكر ما هو ذكر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها منكر كلو كوي النوى كدرني ومنكر كوي الشرك وما حي منكر كوي وحوي الشرك مسؤولة يا ولا سعلنا يا صنم ماذا ندب الله قريا حسوق المسلمين اللي حسوق يينا وحيقدر يجنا يان عذر دار. مركز الشرك جي أو واحد كلو زيادة أو مركز ورأينا كوك على هين. إنه كسي كعان وكسي دران دوا كوينا شبضن طاي. يعني مركز يعني تاس مركز أين أشياء داس إسود الراعين. بمعنى وحي السمينيين وح كبضن بيسي السمينيين. مركز ما مسلمين تو عقابيين قاركود واللينيين. يعني لكن مسلمين تقار كود واحد دافعي قرابته يا نبي واحد دافعي أذيرك أبي طالب دافعي لكن هدي له صنع مدي بدي بربوري أو يعني وحوي أرنك النوع سوكلاء دوا أرن آدي آد يعني اللي بطبض الصواب يا حسوق بضل نك إيمانايو حتى مركا دي مركا وحوي مسلمين تي كلا قار كود قرابته دافعي سيئنا للدافعين أي كإيمانيس إن قال هذه مركب حوية يعني دبات هذا مسلمين تاع دباتين ينسي بديان حسوق سيب بديان سي سيادية شرك جن أنو زورين باك إيمانس على كل حال مسألة ذا وحيكسر نقلية علماء ذو مركب منكر ك للدوريو هذه منكر كويني كذا لنا أيو هذه منكر كويني كذا لنا أيو لا يجوز إنكاره بالإجماع إلا إنكار ما بنانا إجماع بينكم بنانين الشيخ ابن باز وحيكسر نقلية يا إجماع علماء ذو سابق إجماع سينهين وكذلك واحد كرو صدا يسمون إشاري يعني مركا العلامة محمد الأمين الشنقيطي يسمون صاصو كلا أيو الشيء إن يدنا مركا إجماع أيتهاي ومسلمين تكو إجماع صنتهاي هدي منكر كلو كوي نكر لنا أيو إنكار كمنكر كلا إنكر أيو إنكار كيسألنا برنانا إن تبي إجماع بإجماع المسلمين صاص يضايت وأنا الشيء مركا واحد اللي فهمه أيو يعني مركا مقاصد الشريعة هذا مركا لا يقول فهمه وياه منكر كلو لم يدي مركو كذا لنا أيوه وقت قاين وكو بيني هاي على مدى وحي موضوع اجتهاد وين موضوع اجتهاد وحدي عكرت مر ومد إن لهور مرين كرو أي سرت بكرت لكن حالة منكر كوين كذا لنا أيوه إذا قولا واحدا لا يجوز تغييره إن لغير ما بنانا وهي منكر كلا ما بدرينا دول السيادية ولا كردي يا ولا كردي نغنس
والإعراض عن الجاهلين يددك الجاهلين توح ما قرأت صدى إلا قد شيستو بمعنى لقد شيستو وحلوت شيدا أن لعقاب ويعني أن لقى أرقوصا أو حوي مركا وحي ذات ذين أم عي أم أفلقاد أم أيدين قيستان إن إسكعف فدان إسكعف دافتان وكد شيستان أيضا وحبا مركا ضنين يا إن كأرقوصة أيضا إسكدين يعني الصبر هي الصفحي إعراض على التماطة وأعرض عن الجاهلين حتى يعلموهم إلى بريان ويبين لهم الحق حقنا وعطيني قفك أدان الشيء مركا أدان قفك حقي قرنين أو جاهل كيها إنه عذر يا إسكترة سأساودي سلورد مرنا يؤن لو عديوي بحكة للدوان قف قرنا يؤقان وقبري ريح مانتي يقف بس أي كتو أن قرنين لبدو أكل الدوان قف كأن قرنين دوائن لبرا وصل لطفان لو الشيء مثلا صحابي معاوية بن الحكم السلمي مو قرنين صلاة لحدي إذا إنا لقو هذا الكرين مقرنين من صلاة لقو هذا لإنا نبنانين مو قين قف باهن للصي تأذمرك أسوح كيري يرحمك الله إلا يكون حريص صحابتي وحيك الصوئة قال القردة يا يرحمك الله خطاب كل شيء قفك الله الله إلى هاي هكون حريص تادي مركو أركين هوست اللي قصوا إيجا أيو أيوح الواس كل أمية ما شأنكم تنظرون إلي يا ورمحي قصوا إيجسان حالك إنه محي قصوا إيجسان كسر أطيل ما بينه آمصه سك آمصه يا ودي مركو صلاة وسك وطي النبي هو مقلع عليه الصلاة والسلام مركي الصلاة اللي قبل حي النبي هو مدى قال معنا أنا ما حينك يقومي الصلاة كوه الله يا أنا نير حتى أمشي مسألة بس بوشيك إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني وحكى للدوان قف قرنا يا أرنك وأبر يا خلطك يقف عن قرنين قف كان قرنين يعني لما عنا نير ويعني أنت والنوع تعزيرتك منه والنوع عقوبه ما دام يصير أصطهي وحلو شيء مسألة بس بلوشي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس صلاة كما بنانا شيء هذا الكددك إلا له هذا لا أهي كما بنانا وتصبيح وقراءة القرآن والذكر ساس النبي غشق عليه الصلاة والسلام وحول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه مدد وحبره هرتئي الدبدي تونا وكالتعليم وناكس النبي عليه الصلاة والسلام معركي والله ما نهرني إما الضقال إما عنانا إما قراعي بس مسألة دوي شيء يا بيان كساسة الله وصمعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من وين باكو كاتشو هرمية صحابة وابكو عررين سيقو انكرام وحول مركا لا تزرموه هكو قويننا داية صحابة كو عررية كو انكرية منكر كم بي أركان مسجد وكاتشو مسجد الرسول اللي بقى عليه الصلاة والسلام مركز يهكو قوينا كذا دعوه كتغا دائيا كذي سيولا ميست وذان بيابو مركز مركز كيانا كشبا يساقنا وحالله الشيخ بس إن المسجد كالوكا شكرا بس انت سألت المام حتى يعلموهم ويبين لهم الحق ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم انت أدب ذو حي أركيان أهل السنة والجماعة واعتقاد سيهين إنكارك لغو إنكرا يعقابت لغو عقابا يمرك الله عد يد بديد يو إقامة العذر بينهم وبينهم ما أضع عن كل نوع ما إشكال بكوية رجرا لكن مراد كان لوغت شيدا وحي تهاي إن عذر دار كان لغت سوريا لوغت شيدا لكن لقب أهان محال الله لقبيني مراد كواساس حجدا إن لغو أوغو أما إن عذر دار كان لغت سوريا على هذا وحوية أوجه بكل سورة قلعة إن ليلة إزالة بالقدرية وإقامة إزالة العذر بينهم وبينهم وإقامة إزالة العذر وإزالة القدر عذر دارك إلا السولية لحظة إن لقوقه ووشي أما لها عذر باللوتشي إذا بمعنى الإعذار عذر دار السولي انتي لقدت الماما يعذر بمعنى أعذر مركيتهي أعذر وعذر دار السولي همزد وحين نقنسها للصلب
هدي عذرة أو بمعنى أعذرة أي شرته وحين غنيس وإقامة العذر أي وإقامة الإعذار بينهم عذر دار سورين تلحد هذا أن لو صقه أما اللي هذا عذر قال لو قتشده بمعنى الحجة عذر قال مرك قارك والله استعمال معنى حجة إن لو قتشده وإقامة العذر أي وإقامة الحجة بينهم يقال لحد هذا حجة إن لو قوة بينهم وحلقت المامية العلين بينهم السوع العليي وحلقت المامية تكرار يعني عذر دارك سورين تلقى سورين أيه أما حجة أوجست لقو أوجايو إن مركه وحوي لقو على العرين أيه أيه لقت المامي على كل حال خلاصة وحيتهاي هدي وحوي حجة لقو أوجي عذر دارك لقى سوريي شرعي اللو عديي بعد ذلك حمانتي هدي كوات كيستان ملي مادان مركه دب والله لقو إن كريا سئض العنان أيه وانا لقوا عقابيا عقابته وحي متيستان بالقوا عقابيا هدي حد اي كان صلي سحد كان لقوا فرينيا هدي تعزير كان صلي ستعزير تلقوا فرينيا وهكذا وحي متيستان يانا عقوبة ايا مركا وحوايا لقوا فرينيا ايا لقوا فرينيا لكن قفكو هدو الدنبي حتى حد لا وكل عوانو قرنين وقال له شيء يا بس احدك وحوايا وقرد عيا قرشوا وقرد عيا أدوية قف مركا وحوية قريب عهدنا ودوان صو إسلامي وأن قرنين بخمر قوين وحاران يهل ولقي من مقلن وأنا قريب عهد بالإسلام قرت إسلامي أيا دوي سيدو خمر قمرك وروع بيشروي سقع بي يا دي وحوية حدك لقد شري مايو وحلو الشيق يا خمر قوين وحاران يهي عقابنا لي تبه هولا إمام يا مركب وحوية لقى ما شريحتك ذنوبتك كان وصاصة كريمي هذا أصل الدين والمذهب مركب دقفك أنت عن شيء الله عضين كمدن بابا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إلى هاي عدنا كمدن لا الحكمين أيو إلى مركب أعضي وحي الله كذا بغيان يا مركب وحوية وإن حجدك أغنتا وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أصل الدين الدين كبقفك إن حجة لقول لو عديه سيدي أطهي هدان لو عدينا آخران عقاب متيسنين وان لقو عقابين هدان رسالة السوقاري يعني مجرد مركز مركز إنا نرمين آن لقو عقابين حديث توثق صار وتيه الفترة إن آخر الله امتحان دونه ومسألة أخرى وي أي واحد تهي مسائشة جزء أنا وينقفك حجدك أوجنتا وعداتا مركز صالح حكومة يا وحكرنا يا مخالف ديس مركز صالح حكومة لكن يعني لو فهم من هذا الكهورا إنه شجني ذات كمركز قال ذا عن إسلامين يعني رسالة بسوق قارين دينك إسلامنا عنو أبتر سنين رسالة دين أين السوق قارن إن نورنا نوى مسلمين يا المودين يعني مربى وحوي أحكامته الدنيا دين قال يهين شرنا كتشران واشرته لكن عقابته لو عقابه ينبال الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنت النبي محمد بلا صادرين تعدي قال هيد قال يا هيد مشركين بيا هيد شر بي كتشرين يا إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الإسلام وكحذيفة بن اليمان لها مركا قول كورنا يا علماء قار أي مرين متأخرين تقار أي ورنا يان أنت النبي قال الصادرين وحي قال ذو كسبنا يان وحي أهيد كلعب السبيان عرورت عيارت ذو كلاي لم إذا هيدا خير يشرت ما أهيد تصح ما إن الشر أهيد إن يحمان أهيد يعني وحوية المركة النصوص هي أدلة واتل ما ميسا وهي هي المركة مساء إيش الجزء إيقا وينقفك إساقنا حجده وعداتا لكن ما حجرت أشياء ذا قارك هذا علمي قيدو وفافسية وقفكي إلى هذا مقرنين أن لقصي السنين أن لغيرين مثلا نوكالين قف مركة مسلمين تكون لحسقنا دوان أن إسلامين هرب مسلم أهان شري مسلمين تلحدوا دي كسوغان علمي أفافسين يهي سعام دتك تاوغيه
culamadii la jooga aftoodi jooga dabadeedna yiraahdo anigu ma garanaynin zinadu inay xaraan tahay hadii aanu qofku isagu xoogin raali ahaansho ku dhacdo oo labada taraf ay isla ogolaadaan anu xoog kaga qaadano kufsan inay xaraan tahay anigu ma moodi waxaan islaha waxay iyadu leedahay hadii ay ku siiso oo raali ahaansho kugu dhiibto dadiba kuma suganaan islaha laga yeelinayo way cilmiga taasi waa faafsan yahay ya looguma cudurayo qofkani qariib cahdi ma aho imka ma islaamin waa suuragal qofka hadduu hadda islaamay ya inuu yidhaahdo anigu ma garanayn taas kufsigu inuu xun yahay waa garanayay oo kolliba diini aynay bannaynayn laakiin qofku wuxuu leeyahay isagu inuu ku siiyo raalli ahaansho kuu siiyo siduu maalkiisa kuu siin karo butankana kuu siin karaa maa islahaa hadduu imka islaamo waa suuragal in laga yacni markaa laga aqbalo waa dhici kartaa laakiin qof hore muslim uu ahaa muslimiinta dhexdoodiina ku nool oo jooga cilmiga hareerihiisa laga sheegaayo lagama siisanayo lagama yeelaayo ma garana intaas laga yeeli maayo masaa-isha qaarkood baa cilmigoodu faafsan yahay oo qofka sheeganaya idicoonaya inaan u garanayn aan laga yeelin oo loodhanayo xujadu way iska oogan tahay ya xujadu way iska oogan tahay sheegashada iyo dacwada aan laga yeelin sheekhu waxa uu raximahu allah hada aslu diini waalmadhab kani waa asalkii diinka madkuurkaa lasoo sheego masaa-isha badan ahi hada ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa almadkuur kaa lasoo sheegay aslu diin waa diinka asalkiisii wey aasaaskii diinka wey waalmadhabi iyo ictiqaadka ahlu sunne madhabka ahlu sunna waljamaaca asalkeed wey waictiqaadu a'imati ahli alxadiis imaamiyaalkii ahluxadiidka a'imadoodii caqiidadoodii weeyey a'imatu ahli alxadiis waxaa laga tilmaamaya ahli sunnaa laga tilmaamayaa waayo ahlulxadiisku yacnii waxay ahaan jireen qaar sunnada iyo ictiqaadka saxan ku taagan ahlu sunna iyo ahlulxadiisna bimacnan bay ahayd afraadda qaarkoodu ka shaadowdao ahlulxadiiska ka mida waayada muta'akhiriinta ah waqteedii muta'akhiriinta ee dambe ayaa muxadisiintii qaarkood waxay noqdeen dadkii ahlulxadiiska ahaa bacdi ka mid inay bidco galaan laakiin waagii hore waqtigii salafka dadka ahlulxadiiska ah majooratigooda ama qaalibkoodu waxay ahaan jireen qaar sunnada iyo xadiidka iyo ictiqaadka saxan ku sugan bay ahaayeen dadka ahlu asara ahlulxadiis ah ahlu sunna ah ahlu itibaaca ayay ahaan jireen dadka marka waxa weeye ahlulbidacuna waxay ahaan jireen qaad ra'yigooda iyo marka isaga caqligooda iyo waxaa marka iyaga ula muuqato yacni marka raaca marka ru'uusu ahlulbidac xadiidku qiimo badan lama lahayn qiimo lama lahayn waa jirtaa bacdu alafraad oo masaa'il bidcada ka mida ay u dhuumatay oo wax ku yaro dhacay bidcada ka mida laakiin ru'uusu ahlulbidacan ahayd inay axaadiista markaysaa ku cindanaayeen waa jiri jirtay yacni qaarkood laakiin ghaalibka iyo majooratiga ahlulxadiisku waxay ahaan jireen qaar bidco ka maran afraadda bidcada ku dhacdayna ru'uusu ahlulbidac may ahayne waxay ahaan jireen ashyaa ka mida bidcadu inay usoo dhumatay oo ay sidaa ugu dhaceen ama ay tabac ugu noqdeen yacni marka masaa-isha qaarkood sidaa uga qarsoomeen alladiina lam tashinhum bidcatun walam talbishum fitna kuwaasoo aynay ceebaynin oo fool xumaynin bidcu tabacaadka qaarkood waxaa ku dhacday nuskhada muxaqaqada ah lam tashunhum oo shiinka la goday laakiin tabacada dambe kolley waa la saxay oo shiinka hoosdhigiisaa saxan waa shaanaya shinu shaynan marka nuskhada qoraysaa lam tashunhum waa ghalad waa lam tashinhum kolley bacdu nusakh oo la saxayna waan arkay marka sida saxan waa saas alladiina kuwaasoo lam tashinhum aynay fool xumayn oo aynay dhaleecayn ama ceebayn ama aynay fool xumayn ashayn waa ceebta iyo xumaanta bidcatun bidcu walam talbishum aynay dheehin oo aynay yacni markaa ku lamaanaan ama aynay dheehin fitnatun fitno laba sayalbisu waa khaladka iyo dheehitaanka weyn yacni fitna aynay ku khaldamin ama aynay dheehin walam yakhifuu aan u degdegin khafa yakhifu asraca la yidhaahdaa ilaa makruuhin wax xunna aan u degdegin bimacnaa aan u socona xaggiisa u kicin
في دين دين كمركا قدهيسا شيء مكروه أن كل عين حقيسا وكعين أهل الحديث كسفادة الصداء هيدا بدعا كمرنا الفتنة كمرنا وحن حقه ذا إنا وكعان كمرنا أهل الحديث كاعتقاد كودي وي اعتقاد كودي أي هما يسنايان أي مضى أهل الحديث ويان فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه فتمسكوا غبصدا معتصمين حالا مركا غبصنا إيسان وكل إيسان بحبل الله حرق إلهي غبصنا إيسان وكتابك إلهي جميعا حالا دنتين ومجتمعين تين غار كولنسا ولا تفرقوا عنه هكاك لتقين ومركا هكال لحننا وتفرارق كالتقية هلا إمننا يعني وحويا أكل بيت بيدان وطريق حق هذا مركا وحويا أكفار قدان أما وحويا أكل لحتان ولا تتفرقوا عنه شيخ وحو الشيغي عقيدة أخصى والرمي أو صوشر حي الصوشيغي إنه أصل كي الدين كي اعتقاد كي أهل السنة والجماعة أهل الحديث عقيدة دي أي رمي سناير إن يتهي أئمة أهل الحديث أن مركب بدعاء فول حمي سيئين تشيرين بمعنى بدعاء كمرنا فتنة الصافي كأها فتنة يبدعاء بكف باء شيء مكروه حنا حق الدين كأن كقدعين بمعنى فسق إيا حمان إيا بدعاء إيا الشرك إيا كل ذلك أن كل عين أي وحكا استوحمي وعيسو قريا مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مركي لصوشة غي أوامري النواهبة أي وحلا إلي أشياء ذا لصوشة غي مذكورك لصوشة غي لمانتي كي سحومي وحو أهاضي ربي أكتيس مدل كراهي سنة يولا نعي وعكم إذا كاحو الشرك غي وعكم إذا دلك حق درضا با كميدا الزنا دي با كميدا حوله اغونته لعنا كميدا اشياء بدن با لسو شهد يا واجباتك ان لغا تغا كميدا حق اوامرته تغيست لغا تغايو يعني كحمي و خنقن يا واجبك تغيست لغا تغايو سيئ بو سو غري سيئه محرماتك سمينته لسمين يا سيئه بو سو غري هكذا مركا حرق الهي ودا قبصده بمعنى كتابك الهي قرانك يعني كوة دردقة حالة دنتهين هناك لا تفرارقين وهك لا تقين وحوه يدين كوردن يعني وحوه ينحرق إلهي كتابك إلهي سنة رسولكنا واسوق ليسا كتابك يفسر إيسا طبع وحيوتا يحبلق إلهي حرق إلهي بيسر رعيس حرق إلهي بالرعيس مركا وحوه ين إن كتابك السنة اللي قبصده وحوه مركا دمان لقم يدوبه أيا مركا لقا قاضنية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ادي تفرق ما دنا ان حرق الهي ان لو ود هي سن وا كيمنيسا او تفرق قاس اي كدلنيس يعني منهج كلفتي سيبا لو كلا تغيا تفرق يمنيا اعتقادات كبا لو كلا تغيا تفرق يمنيا ودوين كلا دوون با لقاضي وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته وحوقاتان أن الله تعالى إن الله أوجب واجبي محبته تعيل كي سوحو واجبي ومغفرته يدملاف كي سوحو واجبي لمتبع رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول كي صلى الله عليه وسلم راعي في كتابه كتاب كي سقده سايق واجبي وجعلهم حكي لي الله كواس رسولك الراعي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية كوحدي بدباذي السيبكي لي بدعاذا النار تبك بدباذي يعني وحيك بدباذي السي يعني مركا بدعو يا آخرا النار بك بدباذي والجماعة المتبعة وحكي لي بمعنى كل شيء إن يتهي كوحدة يعني مركا الراعي سا يعني مركا حق إن يتهي فقال عز وجل فقال الله وحول عز إلى إسقى غالب وجل إسقى وينه وحكي لي لمن ادعى كي شاكتي وحكي لي أنه يحب الله إن الله جعل هاي الشاكتي قل وحت لهذا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم هداتهين تحبون الله قال الله جعل هداتهين فاتبعوني أنا غير راعى يحببكم الله والله وإذن شعلان إياه ويغفر لكم ذنوبكم وانا إذن لا فيدن بيدين يعني هذا يعني مركا الرعضان
بمعنه دعية أدى النبي الرعضان عليه الصلاة والسلام يحببكم الله والله وإذن شعلان دونا ويغفر لكم ذنوبكم دم بيديننا وإذن دافيا دم بيديننا وإذن دافيا. آيات وحل إلى ذا آية المحنة آية امتحان كان إلى ذا آية المحنة وحي علماء أم قعابين وحي إلى ذا بعض السلف ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية تطبع وحي الشاكتين شعيل كي شاكتين إن الله شعليهين مركزا إلهي وحكو امتحاني آية مكو امتحانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحتى لا ذا هدى الله تعشهين فاتبعوني أنا الراعة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هدى الراعدان الله نوى إذن شعلان أي أدن بيدنا نوى الدافية وحلينو شاقي شعيلك إلهي وحا عضينا يا وحوي والراعتان كالنبي عليه الصلاة والسلام للراعو هدى النبي للراعو وكر يكلب لك الراعو حق قلبك هي حق مقتمد والباء أوحو السمييي للي ماد أوحو كتغين لغتغو حق قلبك أنا عقيدة ديسي اعتقادك ديسي النية ديسي وكلا للي ماد وحق قلبك أنا لغراعو يحببكم الله الله وإذن شعلاني مالك الدليل وحوى شعيلك إلهي لعذا أي شعشهي إن النبي قراعو وفكو هدو النبي قراعو النبي كدهيدو الله وإذن هدو النبي الراعي وآيه كده ينوى آيهنا اللهم اتشعلا دليل وحاءه اتباع أيها الراعتانك والدليل شعيلك لهل يا الراعتانك شعيلك لهل وقفك سيلهي شعيليه راعتانك النبي قال الراعي هدي لو آيهنا شعيلك وشيغاني وحبك ما تشيران أو وحا تشيرين مركا وحا عضينا إياه يعني وحوي أن الراعتانك أيها عضينا يا شعيلك والدليل وه يا يعني مركا تاس أي مركا دليل وه يحببكم محون كهلا يا قفكنا قفكوا حكهلا يا هدو مركا وحوي رسولك الراع الله بس شيء بكهلا يا لبضع شيء وان محي وعينه مركا الله شعلا هذا دم بيده ذن أضافه مركا راعتان ك النبي قال الراع عليه الصلاة والسلام وحكر لنا يسوك السبب ويسأل الله نائن عدة شعر هذا الراعضي النبي عليه الصلاة والسلام وكر يا كلبك الراعضي يينو إلهي قدام بالدافة الله بضع ساكر لنا إن الله إنه شعر أنه يين الله إنه شعر هذا كل بذا سيم مهم سن وحسيم مهم سن إنه الله إنه شعر هذا وتيل هذين بعض السلف ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب مهمة دويني معها إن هذا الله شعر هذا لكن مهمة دويني وحويا إن الله كنت شعلاده أي مهمة دويني تهي شعيلك الله كنت شعلانا يانا وحلوه ليا راعتانك النبي عليه الصلاة والسلام للراعه أي الوه ليا الشيء قال الله بعضي كرلنا يا وحويا راعتانك النبي قال الراعه دم بداف يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم دم بيديننا إلهي ويدين دافيا مركا شعيلك إلهي يدم الدافع ولقيه ليا راعتان كان النبي عليه الصلاة والسلام للراعي أي لقيه ليا وتصنع كذا الناس مركا عدة يعني مركا بدباذي سفرق الناجية كوحدة بدباذي سو حين غني سو مضم مركا كلا تكتو كلا تفرار قضي عدة النبي الراعي عليه الصلاة والسلام النبي قاطو الشجع ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وما ضيد وحيوك لتجد دونتا صدحة وضباطا كوحود بيوك لتجد دونتا النبي قول عليه الصلاة والسلام أتفرارق دونتا كلها في النار إلا واحدة لما أنتون النار تأيي مركا متيسان إساء كوحك اليمويا من هي يا رسول الله بالقول يا رسول كلاه عدى سوائيه قال هي الجماعة وجماعة ذبوني في رواية ذكر وحكوصها رطين النبي قول عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وعد كسوغان أنيجي أصحابتي ما أنت سيدان كسوغان نهوكر عد كسوغان أيهين عد مركب بادئس ساسو كشيغي أحاديث كاسنة المامي مركب حوية طاعة رسولك الله أطيع يراعتانك الله راعانا وأطيعتان إلهي الله أطيعي وي سيدان الله بويلي من يطع الرسول فقد أطاع الله كوكستو رسولك أطيعا اللهم وأطيعي.
marka waxa weeye rasuulka in la raaco la atiiqo oo lagu daydo weeyaan laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana waxa idinku sugnatay rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam ku dayasho wanaagsan xadiiskan waxa laga qaadanaya in nabiga iyo saxaabadiisa baa lagu dayanayo man kaana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashaabi waxa laga fahmayaana aayadaha quraanka lafteeda waa laga dariishanayaa ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مركا رسولك إن الله خلاف يعني وضد المؤمنين تودعنا هين الله قاد بآيات الله قادنا مركا آيات السؤال يسمى مؤمنين تي لشيء يأي أهاي مؤمنين تي تشوك تي أهاي مؤمنين تي تشوك تي وحي أهيد مركا آيات السؤال دقا يسي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مركا الدخول أولي أه وحسوك لي مؤمنين تا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أما الدكرة مؤمنين تا الدنبي دبكا إيمان دون تا وعلى سبيل التبع يغي دبتشوغان لكن عدة أقوه الرئيسي سوق ليسا مركا آيات السؤال دقا يسينا غالب كمؤمنين تي تشوك تي وحي أهيد صحابة أي أهيد marka waxa laga qaadanayaa rasuulka iyo saxaabadiisa in la raaco ayaa laga qaadanayaa ayada kale suuratu tawba waatu allah inoo sheegay cida marka waxa weeye saxaabada raacaysa oo tariiqoodi si wanaagsan oo quman u raacaysa iyaguna raali ahaanshiya janna inay leeyihiin allah wuxuu yidhi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا حلينو الشيخي سابقين تاهوري مهاجرين يا أنصار بأهاضي عدي الراعضي سوى ناقصا الراعضي وقمن الراعضي يا الله حب الله قاضي الرالي أهانشو وكرالي نغنيو يتشنو ينقلنا سيد الصحابة النبي قد شنّا إيرا لها إن شاء الله قبل أن قاضي أي عدي صحابة الراعضي طريقه دي أسيق منه ونأكسن ولي وأراعضي إلها يقبل أن قاضي شنّا إيرا لها إن شاء الله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا مركا يدنا والدليل عاد أقص أبصان رسولك يا صحابة إن الراعي وصحابة إن الراعي آية لفتيدو آية المام إساء رسولك آية ذا الشيء يد إن الراعي رسولك وبدنيهين آية بضم بقص ألوري طاعة رسولك أمرية أطيع الله وأطيع الرسول أطيع الله والرسول يا آية ذا كلا لم يتكأ هل كوا حين أقو كتابك دعوك ختم شيخه نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته شيخ وحول نفعنا الله الله ينقو أنفع أنقى وإياكم يأذنك بالعلم علمك إله ينقو أنفع وعصمنا بالتقوى وعصمنا هين دوره هين إلى الإلهي بالتقوى تقوى حالين كل يهن هين هي دوره من الزيغ إلى الشهين قد دوره أين حقك إلى أنه وكوي عنه يو الضلالة بادبة بمنه نعمين تيسا وإلى هين أقول قال لذي السنة يأوده إذا هين أقول دوره ورحمته أن حريسي سا إلى هين أقول دوره وينون حريسنا يه بعد إذا هين قال إلى ريو يئيلة كحقا إنه كإلى نينه هين قال دوره والدعاء مركا الشيخ من نفتي سنة ودعينا يه مسلمين تكلنا ودعينا يه دعادنا وحيكا كوبانتا إلا بشي مذو حي ويان علمك إلى هين أقول أنفعه وعلمك مركو واحترى يا وحي تهاي وعلم النافع عين ويهي علم النافع عين ويهي علم قادان النافع عين وحبتر ما يهي قفكم مركو وحوال لبيا والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك حجة كويهي أما أدو كويهي وكود دوذي أما وكود بوحيني وكود دوذي مركو دل لباتو كن نقون يا علم قادان ديان ومركو النافع نقون ساساود دواتو نبي عليه الصلاة والسلام إلهي كم غنقلي وأعوذ بك من علم لا ينفع هذا المعنى سأو نغريه وحان الله كما ينقل علم أن وحبا أنفعين مركا علمك واحتريا وعلمك النافع وي شيء قال بعد وحوي أن أولا هين قد دوره إيلتك حقا إنو كإلا أنه كوي عنه إبادده تقوى حال إنو كل هن هين إلا هين دوره الله كبق أن الله كبق إنه أو وحينا فريفر السوم إنه وحينا قريبينه كربتو منه
حين قدروا رب منه يعني قلت ديسي النعمين تيسي ورحمتي نحريسي سوى توصل إلهي صفات كيسا لغو توصل أيه إلهي صفات كيسا لغو توصل الله لغو بريا وابنانتهي من يقول وصف إلهي وحوي مركا يعني ومن يقول إنعام كاللوغة شذي النعمين رحمتنا وصف إلهي مركا صفات كي إلهي لغو توصل أيه الله لغو بريا. نفعنا الله بالعلم النافع، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.